غاو مودا أحذية التصعيد المتناغمة ستصبح أطول وأنحف. لا مزيد من المتاعب مع التمارين الرياضية. مع تفويض من منظمة النحافة واللياقة العالمية، نظمت شركة غاو مودا جولة في آسيا لتصعيد الطول والتنحيف. في جنوب كوريا شارك 9839 مريض بدين وأصبحوا أنحف وأطول وأجمل فقط عن طريق ارتداء حذائنا. في اليابان 7849 مريض بدين شاركوا وحصلوا على نفس النتائج. لا مزيد من التمارين الرياضية والألم. هذا الاختراع كاف لإحداث ثورة في عالم التنحيف والتطويل. تصبح أطول بمقدار 7 سنتي وأنحف على الفور دون اللجوء للحمية، التمارين الرياضية أو حتى المشي. تحتوي النعالات الداخلية على مغناطيس بركاني كراكاتوا الذي يصدر طاقة بركانية لجسمك بأكمله من خلال قدميك، ويقوم بتذويب الدهون وطردها من الجسم. هذا أفضل بعشر مرات من التمارين الرياضية من حيث التأثير المنحف. ما أن أرتدي الحذاء حتى أشعر بالدفء بشكل كامل والدهون تحترق بالفعل. من الممتع الحصول على النحف بينما أشاهد التلفاز. تحصلون على زوج من الأحذية الأنيقة الرائجة عالميا مع براعة إيطالية للموديل الأسود والأبيض البسيط مع توقعات ترشيدية تساير الموضة. إنها أحذية راقية وهي ضرورية لأولئك المتعصبين لشكل الجسم. لا تفوتوا فرصة اقتناء هذا المنتج. مرحبا، هل صحيح أن حذائك يقدم التنحيف والتطويل؟ نعم، أهم ميزة أنك تحرقين دهونك دون التمارين الرياضية. لقد جربت عدة مناهج بسعر مرتفع بعد ولادة ابني، حتى الآن دون جدوى. سأقوم بتجربة هذا المنهج التنحيفي البسيط. زوج الأحذية هذا جميل، كم نوعا يوجد عندكم؟ يوجد نموذجين بسيطين، الأسود والأبيض، تم صنعهما ببراعة إيطالية. أود شراء اثنين أسود وأبيض لكي يتناسبا مع أي نوع من الملابس. هل بإمكان الرجال استخدام هذه الأحذية أيضا؟ زوجي بديل للغاية وليس طويلا. بالطبع، كما أن هذه الأحذية التصعيدية التناغمية ستمنحه 7 سنتيمترات طول. بالتأكيد. حسنا، أريد زوجين لي وواحد لزوجي. رائع، يمكنني أن أحصل على 7 سنتيمترات طول ما أن أرتدي الحذاء، إنه مريح للغاية. يمكنني أن أستبدلها بأحذية الكعب العالي أو أحذية التصعيد. حتى السروال الذي اشتريته من سوق السلع المستعملة يبدو وكأنه لأسماء ماركات عالمية. أصبحت أطول وتم تصحيح مشكلة حدب ظهري. أنا سعيدة بطول قوامي الآن. النعالات الموسدة تتماشى مع بنية القدم الإنسانية وتتلائم مع باطن القدم، مما يجعلك أطول بمقدار 7 سنتي، من 1.5 متر إلى 1.60 متر، ومن 1.60 متر إلى 1.70 متر. ومع تقنية هاي كيو المبتكرة التي يمكنها امتصاص قوة رد فعل الأرض لكعب قدمك، تتضاعف المرونة. اتصلوا الآن. مرحبا، قمت بالاتصال من أجل زوجتي لأنها تعاني من الحمية. حسنا، غاو مودا حذاء التصعيد التناغمي يحتوي على طبقة موسدة فيها مغناطيس بركاني يساعد على حرق الدهون. ستحصل على 7 سنتيمترات طول ونحف على الفور دون حمية أو تمارين رياضية أو حتى مشي، كما أنه حذاء إيطالي أنيق. طول ونحف وأناقة في ذات الوقت. هذا رائع، إنها تجمع بين وظيفتي التنحيف والتطويل. كما هو معروف، لا توجد طريقة للقضاء على الهايتزم بشكل كامل، إن كان في التوظيف أو الموعد الغرامي. الطول هو العامل الجدير بالملاحظة. حذاء غاو مودا للتصعيد التناغمي يساعد على حل المشكلة. تساعد النعالات الموسدة على زيادة الطول بمقدار 7 سنتي وحرق دهون جسمك. الحذاء مريح كالأحذية الرياضية، 10 مرات أسرع مقارنة بالتمارين الرياضية. يمكنك حرق دهون بطنك وتنحيف أردافك السمينة وشد وتماسك ترهل ذراعيك. ما أن أرتدي الحذاء حتى أشعر الدفء بشكل كامل والدهون تحترق بالفعل. من الممتع الحصول على النحف بينما أشاهد التلفاز. مع غاو مودا لا عناء مع التمارين الرياضية بعد اليوم. قم ببساطة بالمشي لتصبح أطول وأنحف. إنه حذاء إيطالي بتصميم أسود وأبيض. أود شراءهما معا، الأسود والأبيض، واحد لي والآخر لصديقتي. يجعلك الحذاء أطول وبشكل أفضل بنفس الوقت. مع غاو مودا لا تمارين رياضية أو ألم بعد اليوم، تصبحون أنحف وأطول بالمشي. النعالات الموسدة تتماشى مع بنية القدم الإنسانية وتتلائم مع باطن القدم، مما يجعلك أطول بمقدار 7 سنتي، من 1.5 متر إلى 1.60 متر، ومن 1.60 متر إلى 1.70 متر. ومع تقنية هاي كيو المبتكرة التي يمكنها امتصاص قوة رد فعل الأرض لكعب قدمك، تتضاعف المرونة. اتصلوا الآن. يمكنني أن أحصل على 7 سنتيمترات طول ما أن أرتدي الحذاء، إنه مريح للغاية. يمكنني أن أستبدلها بأحذية الكعب العالي أو أحذية التصعيد. حتى السروال الذي اشتريته من سوق السلع المستعملة يبدو وكأنه لأسماء ماركات عالمية. أصبحت أطول وتم تصحيح مشكلة حدب ظهري. أنا سعيدة بطول قوامي الآن. إنه غاو مودا ذو تقنية هاي كيو المبتكرة. إنه يتبنى الحرفية الإيطالية بموديلين بسيطين أسود وأبيض، تصميم يساير الموضة وجودة عالية. ببساطة امشوا وستصبحون أطول وأنحف مع غاو مودا. اتصلوا ونعموا بتجربة النحف والطول والأناقة. اطلبوه الآن.